في المتناول، او ان المباراه مش تبقى صعبه علينا، لكن اللي حصل كان العكس. من وجهه نظرك ليه؟ من وجهه نظري ان التحضير للمباراه ما كانش كويس. ممكن ده يكون عشان الوقت كان ضيق، ممكن يكون عشان الفرحه طولت شويه، ممكن يكون عشان انت جاي ببرونزيه، وعاده احنا لما بنروح نجيب ميداليه كويسه بنرجع بعدها بنعمل اداء مش كويس. يعني احنا او عاده دايما بتبقى عندنا مرحله انتقاليه كده، بتاخد مباراه او مباراتين بعد كل انتصار كبير. ايوه يعني بعد ولا الهلال فرقه يعني الهلال مختلفه عن الهلال اللي احنا واجهناه قبل كده. خد بالك دايما الهلال الاهلي ما كسبش الهلال على ملعبه، ودايما الهلال في السودان يعني ماتش صعب. الهلال في تاريخه في دوري ابطال افريقيا على ملعبه خسر 5 مرات بس طول تاريخه. فهي هو فرقه قويه على ملعبها، بس في الاخر انت يعني مش انت بس الاهلي، هو انت بتقيس على المعيار الفني. انا مش دايما بحب اخد الامور لحته اصل تاريخ الفرقه دي في ملعبها كذا، ولا بحب اخد الامور لحته اصل احنا لما بنرجع بنبقى كذا. لا، انا عايز احط الامور على سكيل فني. لا، هو على السكيل الفني الحقيقه احنا كنا نقدر. طيب نبتدي بالحالات اللي معانا، نبتدي بالضغط. اه طيب تكلمنا كده الاول بدايه، ايه اللي يعني من ناحيه المباراه ايه اللي ميز الاهلي في القدره على الضغط دي؟ اول حاله معانا هنا. اه احنا عاده هنتكلم على الحالات يعني بسرعه، برضو مش هناخد فيها وقت قوي. تمام. لان هي ما فيهاش شرح كتير، بس هو في حاله من التمركز الصح. احنا متمركزين بشكل صح في الملعب، بس احنا مش بنضغط بقوه، ما فيش شراسه في الضغط. أي. في التمرين زمان لما كنا مثلا نعمل تمرينه، فتلاقي المدير الفني يقول لك ايه، اللعيبه اللي هتضغط تضغط سلبي الدفاع عشان هو هيحفظ حاجه هجوميه. انا بصراحه جالي الاحساس ده قوي، احنا بنضغط سلبي. نروح بقى يعني نمشي الصور، هنلاقي فرقه الهلال احنا ضاغطين كويس قوي، يعني احنا تمركزنا كويس قوي في عمليه الضغط، بس احنا مش بنقطع. في سلبيه في التعامل مع الكوره، وسلبيه في التعامل مع المنافس. انا كنت المفروض اكون اقوى من كده، يعني ابقى شرس اكتر من كده. نروح للصوره اللي بعدها ونمشي الصور، برضه هتلاقي انت ضاغط صح، قافل زوايا التمرير صح، عامل كل حاجه صح، بس مش بتقطع. نروح للي بعدها برضه، يعني ضاغط قافل كل زوايا التمرير على اللاعب اللي معاه الكوره، وبرضه هيمرر، يعني برضه هيقدم تمريره. نقدم نفس الكلام، بنبدا من عند حارس المرمى. في الماتشات اللي زي كده مع الاشقاء يعني في السودان، بتبقى في حسابات اللعيب شويه حاله الاجهاد اللي عنده، الخوف من الاصابه، المباراه ما هيش مصيريه جدا. الحسابات دي ممكن تاثر في الحته اللي انت بتتكلم فيها تحديدا، كل تدخل او كل تلاحم من النوع ده ممكن في العقل الباطن، عارف، تبقى الحته دي دايما عند اللعيبه، لعيب الكوره يعني. انا من 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 الفانز بتوع فكره ان المباريات اللي زي دي روح هات بونت او 3 بونت وتعالى اتعامل معاها كانها مباراه تجاريه. أيه. انا مش طالب فنيات، يعني انا مش طالع انتقد واقول احنا طالبين فنيات ما اتحققتش، لا انا مش عايز ده. انا كل انا عايزه ان انا اجيب البونت او ال3 بونت، بس لو انا عندي القدره ان انا اجيب ال3 بونت ما ارجعش ببونت واحد. وهو ده الحقيقه اللي انا كنت شايفه. انا شايف ان احنا كنا قادرين نرجع بال3 بونت، لان الهلال حاطط نفسه في حته، مع احترامي طبعا للهلال والكره السودانيه، صعب قوي يروحوا لها حته ان انا العب كره من تحت وانقل مره واتنين وابقى بعمل كده. لا، ده صعب على جوده اللاعب السوداني. ومتى ده كان اصلا كان الاسيستنت بتاع المدير الفني اللي قبل، المدير الجديد. فهو بيحاول يحط البصمه بتاعته، اللي هو انا هغير في شكل الكوره اوكي ده عظيم، وطبعا ليه كل الاحترام، بس في الاخر ايه الجوده؟ ايه الكواليتي اللي انت بتشتغل عليها؟ الكواليتي الحقيقه بتاعت اللاعب السوداني ما تحققش ده. حتى جودة